عقد فرع المؤتمر الشعبي العام في مديرية باجل بمحافظة الحديدة لقاء تنظيميا موسعا لتفعيل العمل التنظيمي والتأكيد على الاستمرار والصمود في مواجهة العدوان. قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام في محافظة الحديدة تواصل فعالياتها التنظيمية. ففي مديرية باجل نظمت قيادة المؤتمر الشعبي العام لقاء تنظيميا، وذلك للتأكيد على استمرار نضالهم والوقوف بحزم في وجه كل التآمرات المحدقة بالوطن. اليوم ونحن صامدون وفي السنة الثالثة على العدوان الغاشم على بلادنا، ها هم أبناء المؤتمر يثبتون وقوفهم مع تنظيمهم الرائد، التنظيم الوحدوي برئاسة فخامة الزعيم علي عبد الله صالح. ها هو المؤتمر اليوم يدشن في كافة المديريات والدوائر فعالياته تحت شعار معا لتعزيز صمود شعبنا في مواجهة العدوان، وتدشينا للخطة التنظيمية للمؤتمر للعام 2017. فالمؤتمر قد اختار منذ نشأته وتكوينه في عام 1982 شعارا واضحا لا لبس فيه، منح فيه الحرية وحددها. الجماهير المؤتمرية أكدت أيضا إلى أنها ستواجه كل التحديات ولن تخضع أبدا لأي تهديدات أو إغراءات، معاهدة الوطن والزعيم علي عبد الله صالح على ثبات مواقفها الوطنية وكسر كل محاولات تسعى لتمزيق الصف المؤتمري من الداخل. نشكر الزعيم الرمز فخامة الرئيس علي عبد الله صالح حفظه الله ورعاه على جهوده التي يبذلها في ظل هذا العدوان السعودي الامريكي الغاشم على بلدي الحبيب، ونقول له واصل رسالتك، نحن ماضون على اهدف. بنروح بالدم معك يا علي، بنروح بالدم معك يا جيش اليمني. الله ينصرك علي عبد الله صالح انت وجيشك، الله ينصرك علي عبد الله صالح انت وجيشك. ان المؤتمر الشعبي العام جماهيري شعبي، وهو والشعب صنوان لا ينفك. المؤتمر الشعبي العام بيد يحمل السلاح للدفاع عن الوطن وبالاخرى يبني الوطن. يوم بعد اخر، وحزب المؤتمر الشعبي العام وقياداته وكوادره وانصاره يثبتون بانهم حزب وطني يرفض التبعية والخضوع، وانه حزب كان ولا يزال حزب للبناء والتعمير لا للهدم والتدمير. عرفت مكي، اليمن اليوم، الحديدة.